هنعمل ريسيبي لأكلة محدش يختلف عليها، وهي الكفتة المشوية. هنجيب الشوبر، هنحط فيها لحمة مفرومة وعليها بصلة مفرومة والسبع بهارات، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. هنديهم ضربة كده في الكبة، وهناخد بقى اللحمة نفضل نصبعها لغاية ما يكون شكلها كده. وبعد ما نخلص هندخلها الفرن لمدة 10 دقايق بس. جربوها وقولولي رأيكم، واستنوني في ريسيبي جديدة من Food Today.